الفريق الأول وهو حارس إمكانياته عالية وكبيرة جدا، ويثبت ذلك من خلال أول كرة وأول محاولة خطيرة على مرمى. الكرة بتلعب ركنية، محاولة والهدف الأول للرهيب عن طريق القادم من كرونتيانز البرازيلي. هنا الحديث عن لوكا بورغيس، يتقدم الريان بهدف المباراة الأول، البرازيلي الذي يلعب مباراة الثانية مع الريان طبعا بعد مباراة الأولى اللي كانت أمام الخور، يسجل في هذه اللحظات أول أهداف مع الريان بطريقة جميلة وبداية للرهيب مع الدقيقة 6 من زمن أحداث شوط المباراة الأول لهذا اللقاء. إذا 1-0، استمرار ضغطه واستحواذه على الكرة باعتقادي بأنه قريب وقادر على أن يضيف هدفا ثانيا قبل نهاية أحداث هذا الشوط الأول من المباراة. سباستيان سوريا تباتا، يا سلام على الكرة والسقوط وركلة جزاء. الكرة اللي تصل بطاقة حمراء، بطاقة حمراء على اللاعب علاء الدين سليمان، بطاقة حمراء تظهر من خلال الشوط الأول من المباراة. لكن شوف الإعادة وشوف لمسة تباتا يا عيني على التمريرة في هذا المكان، ويا سلام على التحرك من لوكا، هو عارف لوكا ماذا يحتاج في هذا المكان، يوصل إليه الكرة بهذه الطريقة وبهذه اللقطات الجميلة في كرة القدم، وبالتالي الشد داخل المنطقة، ولذلك حكم المباراة يرى بأنها ركلة جزاء تحتسب للريان و بطاقة حمراء تظهر، وبالتالي السد سيلعب بعشرة لاعبين وتوقيت مبكر أكيد، تحدث عن شوط أول، وبالتالي الأمور ستصبح صعبة عليه. وفي الوقت اللي كنت أتحدث بأن الريان قادر على أن يسجل هدفا ثانيا من خلال هذا الشوط الأول، إذا تباتا على تنفيذ ركلة الجزاء وفرصة للتقدم بهدف ثاني للرهيب. لكن حارس المرمى جهادي محمد يقف أمام الخبرة وأمام التجربة الكبيرة جدا، ويحاول أن ينقذ الموقف وأن ينقذ مرمى السد من هدف ثاني. تباتا يتقدم، كيف سيسجل، كيف سيضع الكرة في الشباك، هدف ثاني للرهيب يقترب في هذه اللحظات. تباتا يتقدم، تباتا يضع الكرة في المرمى، الهدف الثاني للريان بأقدام تباتا بعد أن كان الأول بأقدام لوكا، وبالتالي هدفين مقابل لا شيء في شوط المباراة الأول للرهيب الريان، لتصبح النتيجة 2-0. تقدم وضع الكرة في الجهة اليسرى، وبالتالي يعلن عن تقدم الريان بالهدف الثاني. إذا أصبحت 2-0 في الجهة اليمين، بحث عن التقدم لكن تدخل من جانب علي سند، وبالتالي استخلاص الكرة بكل سهولة، تبادل الأدوار بين علي سند وبين محمد جمعة، هم الاثنين بنفس الطريقة وبنفس الأسلوب. طبعا لدينا كرة مرتدة، تبات الله في المرة الأولى يا تبات مضبطت معاه، لكن في المرة الثانية هو أصر على أن يسجل بهذه الطريقة، واحد من أجمل الأهداف، بل هو واحد من أجمل الكرات، من أجمل اللقطات اللي ممكن تشاهدها في عالم كرة القدم. الله يا تباتا، استغل تقدم حارس المرمى، تباتا يضع الكرة، الله الله الله، كرة من منتصف الملعب تعلن عن تقدم الرهيب بثلاث أهداف في هذه المباراة بهدف رهيب على طريقة النجم الإنجليزي الكبير ديفيد بيكهام في يوم من الأيام في أحد أهدافه في البريمير ليج. يعود الكرة بتلعب للأمام عالية لكن تبعد، بتعود مجددا في الجهة اليمين، عادت أحمد عبد المقصود يرسل كرة للأمام، الله محمد جمعة اللي استلم الكرة داخل المنطقة بشكل جميل بعد تحرك جميل، وبعد ذلك يضع كرة في الشباك، الظهير الأيسر الذي يقوم بدور المهاجمين ويسجل هدف الرابع للريان. شوف الكرة وشوف الاستلام وشوف التسديدة القوية في هذا المكان، لا يمكن لقدم قوية كقدم محمد جمعة أن تخطئ الطريق وأن تخطئ
حارسي المرمى ويسجل هدف، هدف للرهيب هو الهدف الرابع. هنا طبعا الهدف وهنا الاستلام الجميل والتسديده القويه. في لاعبين على مستوى الظهير الايسر، يعني لعل الابرز، طبعا الابرز على مستوى العالم من وجهة نظري الخاصة هو روبرتو كارلوس، لكن نكمل بعد هذه الكرة. الحواسي يحاول يرسل كرة والكرة تعدي، والله على طاري روبرتو كارلوس، لوكا القادم من بلد كارلوس يسجل باكورد، ويا له من باكورد، لوكا يسجل الهدف الثاني للرهيب، هدف رهيب للرهيب الرياني. شوف الحرازي، شوف الكنترول والمهارة والتقدم والتلاعب، وبعد ذلك الكرة لوكا، يا سلام. الهدف الخامس في هذه اللحظات يسجل للريان باكورد داخل المنطقة، أجمل هدف يسجل المهاجم هو الهدف الذي يكون بهذه الطريقة. لوكا يسجل ثاني أهدافه، ما زالت لكن التغطية الدفاعية التي أتت من مصعب خضر بتعود مرة أخرى، لمسة للأمام، حرازي بيحاول الكرة معاه لدوكالي صيد، المحاولة تعود لأحمد عبد المقصود، يا سلام يا سلام يا سلام، الله، ما هذا الفن يا رهيب، ما هذه الكرة يا ريان، ما هذا الإبداع يا ريان. الهدف السادس هو الأجمل، هو الأروع، جملة تكتيكية ما في أجمل منها، تدرس تدرس تدرس. شوف الكرة، هذه الأولى وهذه الثانية وهذه الثالثة وهذه الرابعة، الخامسة في المرمى، يا سلام، هدف المباراة السادس يسجل. كل ما أقول هدف جميل يأتي هدف أجمل منه. الريان في حالة، يعني في هذه المباراة، وستة أهداف مقابل لا شيء، ويبدو بأن الأمور إن استمرت. كرة بتلعب في الجهة اليمين، تقطع، تعود للريان، كرة عرضية، ولوكا يسجل الثالث، هاتريك للبرازيلي لوكا، يلقى التحية والإعجاب والتصفيق من جانب الجماهير الريانية الحاضرة القليلة في هذه المباراة، مع نظرة من سباستيان سوريا تدعو لتفاعل بمستقبل كبير مع الرهيب الرياني للوكا. هذه هي الكرة وهذه الإعادة والخطأ من الدفاع. شوف أحمد السعدي اللي استلم صح ومرر كرة عرضية، ولوكا يضع الكرة في المرمى ليعلن عن الهدف السابع، هدف سابع للريان، كبيرة من الكبير في حق الكبير الآخر، سبعة أهداف مقابل لا شيء. أحمد عبد المقصود، كرة بتلعب للوكا، تمريرة جميلة، لمسة، يا سلام يا سلام يا سلام. الحرازي يتقدم، ينطلق، الكرة معاه، بيحاول يمر، ما زال تسديدة، يا سلام، لكن القائم يتدخل ويبعدها. الكرة تعود مرة أخرى، دوكال الصيد، الله الله، على الهدف الثامن، هدف ثامن يسجل للرهيب عن طريق دوكال الصيد، ويا ما سجل بهذه الطريقة، يا ما سجل بهذه الطريقة، ينجح في ذلك في هذه المرة الأولى من الحرازي اللي تقدم ومر وسدد كرة تصطدم بالقائم، وبعد ذلك الكرة التي وصلت إليه والتي وضعها بهذا الفن الكروي الكبير وبهذا الفكر الكبير في الزاوية التي من الصعب على حارس المرمى أن يفعل شيء، لأن الكرة رايحة في المكان الذي يعني بكل تأكيد كانت صعبة على حارس المرمى. ثمان أهداف يسجلها الريان في هذه المباراة. علي سنة، كرة بتلعب في منتصف الملعب. في هذه اللحظات أحبتي الكرام مشاهدينا عبر قنوات الكاس الرياضية أينما كنتم، صافرة حكم المباراة سيد نايف قادري تعلن عن نهاية أحداث هذه المباراة بانتصار كبير للريان على السد بثمان أهداف مقابل لا شيء.